الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله، نحن نعيش نعمة عظيمة. أنا تعمدت يعني أني أقرأ القرآن عليها، وأجد يعني أقول لها يعني ماذا تشعر وأنا أقرأ؟ قالت أنا يعني أرى وجهك فقط يعبر، ولكن أنا لا أسمع شيء. وهي تتمنى أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فقط. هل تستطيع أن تقرأي شيء من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سامن نام يلم ولم كن قلوب العيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوب العيب وحد. اللهم سامن نام يلم يلم ولم كن قلوب العيب. الأصل الذي لا يسمع هو لا يتكلم، لأنه لا يسمع الحروف ولا يسمع الكلام ولا يستطيع أن يسمع أي شيء من حوله. ورغم هذا اجتهدت حتى تأخذ الحروف والكلام ممن أمامها، حتى لو قرأت سورة واحدة من القرآن. أنا ما أستطيع أكمل هذه الحلقة أصلا من أول ما واجهت هذه الإنسانة. تشعر بالخجل، كلنا نشعر بالخجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. ونحن نسمع ونتكلم ونرى، والله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم الكثيرة، وهي لا تسمع ولا تتكلم وتقول أسلم على يديها. تسعة، هو الآن تحاول أن تقرأ، تقول لا أستطيع، ولكن تقرأ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن المصاحف أمامنا، ونأمل القرآن، ونأمل هداية القرآن وحياتنا مع القرآن. والله لا أستطيع أن أكمل هذه الحلقة، نشعر بالخجل، لا أعرف ماذا أقول صراحة. في كتاب الله قلبي صارحا.